السلام عليكم، كيف انتوما؟ لاباس عليكم؟ على خير الحمد لله. كيف انتوما؟ ايوا اليوم جبتكم كويس دلاوز. كتقولوا شنو تعمل بحد هذا الكاس دلاوز هذا؟ ان شاء الله غنعدلو به الحليب دلاوز اللي غادي نحتاجو نديرو كاس دلاوز. انا ما عملتش هذا في الحقيقه، غنشوف بيكم. انا عملت هذا عمرته وبيته ليله كامله كيشمخ حتى لغدا، يعني في الصباح عاد كنشوفوه كيكون صافي، يعني تنفخ وزيان صافي. يعني الحين انا جيت نوزنو توزن لي في هذا، يعني تنفخ ما كيبقاش في حال هذا. كيكون غادي نشبروه، غادي نصفيو داك الماء منه، وغادي نعملو كاس اللوز ثلاثة د الماء. اي حاجه اللي عبرتو بها ثلاثة ديالها. غتعملوا مثلا 100 غرام، غنعملوا 300 غرام د الماء. عبروا بالكاس حسن، مش كتجيكم يعني كاس بثلاثة. كنطحنوه وكنخليوه يتطحن دقيقه، وكنوقفوا كنرتحوا الماكينه ديالنا، عاود كنزيدو نطحنوه دقيقه اخرى. صافي كيكون موجود. صافي دابا باش نشبر اللوز ديالي غادي نعملوه هنايا. انا هنا مش تقفاني شي كنون ثلاثه د هادو. باش نعمل نص كميه هذا ملف كبيره. صافي انا باش نعمل كلشي هنايا باش مابقاش ينقصهم. القشره بقات تما هكذا. ياك انا نو ثلاثه ديال الماء. هذا جوج، هذا ثلاثة. صافي غادي نطحنوه دابا. انا قلت لكم غتخليوه دقيقة باش يتطحن. صافي انا باش نعمل هذا التطحين ملي قوس دقيقة ديال الطحين ها كيف كيرجع. هادي دقيقة، دابا باش نزيدو دقيقة أخرى عاود صافي كيكون وجد. يعني في دقيقتين كيكون وجد. صافي الحليب ديالنا ها هو وجد، ها هو. ها هو صافي غادي نصفيوه دابا. الحليب ديالنا وجد، دابا نصفيوه. واي 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 كنظن نجيب واحد المعلقة. صافي كنصفيوه مزيان، يعني كنبقاو نعصروه حتى داك هذاك اللي كيكون هنايا. كنصفيوه مزيان حتى اللي عنده مثلا ديك السبنيه د حياتي يصفي فيها. صافي كنستمروا بهذه الطريقه هذه حتى كنكملوا. يعني اخو
صافي كنبقاو هكذا حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا. نقول لكم الكاس الاخير كيفاش الحليب ديالنا هو وجد. ها هو كيف كيجي، قلبوا لكم مزيان باش تشوفوه. نفتح لكم باش ها كيف كيجي. طبعا الحليب كامل كيكون باسل، بغيتو تحليوه عملولو معلقة العسل، المهم حلوه بالعسل. ونفس الشيء يمكن لكم تعملوها اكاجون، بيستاج، الشوفان، شنو كاين اخر، النوازيت، المهم كيجي مزيون وبالصحة والعافية. وواحد لاستوس اخر ان شاء الله، هاللوز اللي كنا صفينا هذا اللي كيبقى ما غاديش نسيبوه، هذا ان شاء الله نعمل لكم بهم واحد الحلوة. قبل ما نعد قبل ما نعمل الحلوة به غتصطفوه في شي غنعملوها في شي طبسيلة وشي حاجة وخليوه داك الليل كامل كيبس، يعني يرجع اللوز بودر، بودرة اللوز ياك، خليوه يبس و الوصفه القادمه تكون شي حاجه بداك الشيء وصافي. كنتمنى الوصفه ديالي تنال الاعجاب ديالكم وجربوها. دابا هاد السخانه اللي ما جا خصنا غير العواصر، خصنا شي حاجه، وهذا مفيد بزاف بزاف بزاف. باش تمشي تشري هذا في لي كون سيرفاس مثلا خصك واحد 50 ولا 55 درهم ولا شي حاجه لليتر، يعني حليب الصوجا الحليب ديال الشيء هذا كامل اللوز كامل كي ممكن باعوا غاليين، علاش ما نعدلوهمش في الدار اقل ثمن. يلا بالصحة والعافية و باي باي.